لك وجود. الله يخليك تسلم. ها هنا هنا المكان الشهير. ايوه بالظبط انت كده في ال 30 ثانيه شخصيا. هنا كل التصوير بيتم. تعالي اتفضلي اقعد بصغر لك الديكور عشان تعرفي تقعدي. ايوه احنا ما بنغيرش الديكور لاي حد على فكره. شكرا. غير للغاليين يعني. الله يخليك. اهلا وسهلا. اتفضلي. شكرا على الكرسي. ايوه وهذا كرسي ثاني. هذا كرسي ثاني ده يعني ده الحامل بتاع الكاميرا بتاعتي اللي هي كاميرا الموبايل. انا بعمل كده بقى يا ستي اوريك ازاي بس ما تقوليش لحد. لا بابا اوكي اعتبر ان انت ما شفتيش حاجه. يا الهي بعمل كده يعني مش انت بس اللي معاكي كاميرا حلوه وصغيره انا كمان. لا بس انا على الاقل شويه يعني شكلي متطور انت يعني بتاع لكن لا انا مش محتاج الكلام ده. مش محتاج التطور. طب كسالك كم سنه دحين على اليوتيوب؟ بس السنه دي بس السنه دي بس 2015 اوكي 2015. وقديش في جهد يعني اوكي دحين مثلا عمليه التركيب دي بسيطه جدا بس قديش في جهد تاني؟ وعندي مايك صغير هنا هو اللي بستخدمه في التسجيل. جهد تاني طبعا هو في 30 ثانيه انا كنت دايما بتبقى دي افكار بتيجي على بالي وانا ماشي في الشارع بقعد افكر فيها وكده. ايوه وباجي اقعد في المكان ده اقرر ان انا اتكلم فبشغل الكاميرا وحتى من غير مونتاج يعني بيحصلش اي تقطيع ولا مونتاج زي ما بتطلع. ايوه وان تيك وان شوت زي ما بتمشي وبعدين برفعها على الفيسبوك وخلاص. اي فانت بتنزل الشارع بتشوف شيء بتخلص بتحط في بالك هذا الموضوع وبترجع تتكلم عنه. ومش لازم يكون حاجه من الشارع ممكن تكون حاجه من حياتنا. أيوة. بس وانا بتمشى بحب اتمشى فتيجي الافكار على بالي واقوم اتكلم فيها ما يعني بيني وبين نفسي واقعد اتكلم فيها. ده فيما يخص 30 ثانيه. ايوه قبل ما يبقى عندي تيم ورك وفي البريك فبقى في كبر الكتابة. بالظبط بقى في فريق كتابه وبنقعد نختار الموضوعات مع بعض وبنقعد نشتغل عليها مع بعض والحقيقه الشغل جوه فريق حاجه جدا ممتعه يعني. أي بس هذا المكان يعني الحجم الصغير هذا مثلا وانت لوحدك خلاص تحس انك انت بتستمر بهذا الشكل ولا لا بدك تتطور؟ بصي هو انا ما عنديش خطه ان انا استمر كده او اتطور بشكل تاني. ده جميل والتطور جميل في النهايه الواحد يعمل اللي هو حبه واللي هو حاسس انه حلو. هو اللي حصل ان الشكل ده انا قررت اسيب الوظيفه واتجه الى التمثيل. ايوه فلما سبت الوظيفه سبت مكتبي ما بقى ما عنديش مكتب فعملت المكتب الصغير ده في بيتي من حوالي سنه وحتى قلت لمراتي ان انا هبتدي من المكتب ده. بقت مش مصدقه تبتدي ازاي يعني. أيوه. تعمل ايه في فانا كمان ما كنتش عارف بصراحه قلت لها ما اعرفش انا هبتدي من المكان ده وخلاص هبتدي من الحته دي وخلاص ما اعرفش اعمل ايه ابعت ايميلات مش عارف اعمل حاجه وخلاص. ففعلا في مره من المرات طلعت جبت الكرسي وحطيت الموبايل وقعدت وقلت ازاي تعمل كذا في 30 ثانيه مش عارف ليه علشان خاطر انا كنت دايما يلفت نظري العناوين بتاعه تعلم الانجليزيه في 5 ايام بدون معلم عارفه. ايوه كله على اليوتيوب هاو تو. ايوه هاو تو مش بس على اليوتيوب كانت كتب الصفرة زمان بشتريها من على الرصيف. ايوه فمعلش انا من جيل اقدم منك شويه فعشان كده ما شكرا انك انت وضحت الموضوع لان انا حسيت يعني كده في لحظه حسيت ان انا لازم اوضح بس يعني شكرا على التوضيح. انت ما عاصرتيش الحاجات دي احنا احنا شفنا الكلام ده لكن انت شكرا للتوضيح هذا كان جدا مهم. أي خدمة. طيب بتشعر انه انت استخدمت اليوتيوب زي ما انت ذكرت كبدايه عشان توصل بعدين لشيء ثاني ولا لا انت بتشعر انه يعني هذا ممكن يكون مكان لك دائما يعني؟ انا احب ان انا مهما عملت على مستوى الانتاج الفني ان انا دايما يكون ليا لقاء مع الناس على اليوتيوب. مش بس على اليوتيوب وكمان على السينما المستقله يعني الحاجات اللي هي مظلومه وبيعزف عنها الناس اصحاب الاجور ومش عارف ايه بتبقى هي اصلا موطن التجارب وهي منطلق الافكار الجديده. لازم دايما نبقى على اتصال وتستمر. طب بعد ما بدات وبدات تعمل الحلقات هذه تبع 30 ثانيه هل مثلا كده في مره جالك شعور انه اوف انا نجحت ولا اوف انا وصلت للناس؟ لا هو جالي شعور اللي كان بيجي دايما اوف انا انبسطت بس يمكن انا كنتش عارف يعني مش قادر احكم انا نجحت ولا ما نجحتش. انا كنت طول عمري شغال في الصحافه وكنت رئيس تحرير مجله اطفال وكنت بالنسبه للناس ناجح لكن انا شخصيا ما كنتش سعيد. انا كنت حاسس ان في حاجه ناقصه لان انا اثناء الدراسه والجامعه كنت ممثل. ايوه واشتغلت مسرح لفتره طويله ودي كانت اسعد فتره في حياتي. لما دخلت في الصحافه علشان الشغل والوظيفه والبيت والجواز
بلاش نجيب سيرة البيت عشان انت في بيتي دلوقتي. ما احنا في البيت واللي مش واللي ما لازم يسمع موجودين. ايوه الجواز جميل طبعا. لا ممتاز. اسمع يا جار. الجواز لدرجة عايز اعمل كده تاني. تاني نفس الشخصة. عليت صوتي في التانية معلش لازم نفس الشخصة. نفس الشخصة مش حد تاني. بس فبسبب الامور العائلية والحياتية دي بقيت موظف. فبعدين لما حسيت ان انا مش سعيد سبت الوظيفة وقررت اعمل اللي انا بحبه. ايوه فكانت هذه هي التجربة. بس انه يعني مثلا كده مرة جاك مديح اللي قلت في ناس بيشوفوني. انا مثلا الحاجات اللي بستغربها ان الناس تكلمني من خارج مصر مثلا. دي غريبة جدا سواء مصريين او غير مصريين. دي بستغربها جدا. طبعا الحمد لله ناس كتير في الشارع توقفني وتتكلم معايا وتتصور او مش عارف. احساس ظريف يعني. طبعا احساس ظريف مفيش شك ان يعني الناس بتحبك يعني. دي حاجه جميله. بس انا كاني حاسه انك انت حاسس انه انت لسه ما نجحت انك ما سويت شيء. لان انا طموحي كممثل كبير يعني. طموحي ان اعمل ادوار مؤثره واعمل اعمال ما تتنسيش ومش بس برامج لا كمان اعمال للتاريخ يعني. ايوه كله في اطار الكوميدي طبعا. انا اميل للكوميديا ومحب للكوميديا. لكن انا اول عمل عملته قبل ما اشتغل يوتيوب كان على اليوتيوب برضو اسمه حاضر مع المتهم. كان فيلم قصير ما كانش كوميدي خالص. ايوه كنت عامل فيه رجل دين وكان الفيلم جاد جدا وما عنديش مانع طبعا. انا في النهايه ممثل اعمل كده واعمل كده. لكن انا بحب الكوميديا لان انا حاسس ان دوري في الحياه ان اخلي الناس تنبسط وتروح تعمل شغل حلو يعني. انا ماليش مثلا في السياسه بس احب السياسيين يضحكوا يستمتعوا بحياتهم ويروحوا يعملوا لنا سياسه كويسه يعني. اكلم المهندس ينبسط يروح يهندس عادل والدكتور. أيوة. وهكذا. تاثير ايجابي بالظبط. شكرا. العفو. اتمنى ان اكون عملت عليك تاثير ايجابي جدا وتبقي مذيعه كويسه. شكرا. وتصورني لازم تطلعني في واحده من حلقاتك كده بالتليفون. يلا بينا نصور. تعالي نجرب ثانيه واحده. فين فين؟ بطلت تشتغل على وشي. لا 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 احنا نظبطها بس. نورت بوجودي طبعا. ايوه صوره سيلفي الاول. بتطلع مهزوزه كده ولا انا بتهيالي بتطلع مهزوزه. فنصور فيديو. ازاي؟ يا سلام. ازيك في 30 ثانيه. نور ال 30 ثانيه عندك. وتليفونك طبعًا. كله بوجودي. لا هو منور من الاول معلش. هو نوعه كده معلش. انا اسف من غير مش قادر اجملك يعني. هو التليفون. يا ربيتك. لا لا انت اهلا وسهلا نوراني طبعا في بيتي. مش بس انا بكلم. ده اعلام فمش هننفع نكذب يعني. هو كل اللي بيكذبوا مشي لي. هي مصداقيه يعني. في 30 ثانيه هو بينور. اصل هي الشاشه دي المفروض انها بتنور وتاتش. ايوه ف يعني لو هنقول حاجه ثانيه هتبقى مجامله. خلاص مش ضروري. عدتها كذا مره. شكرا لك. نورتينا. عملنا لنا حاجه في 30 ثانيه. انا ما اعرف ازاي تعمل تقرير في 30 ثانيه. لا كيف تغيظ زوجك في 30 ثانيه. الله يلا بينا. وهتبقى دي اول حلقه تقدمها سيده. بس هتساعدني معاكي ازاي تغيظ جوزك في 30 ثانيه. مش عارفه تصدق. بحاول افكر. اوكي فكيف الواحده تغيظ زوجها في 30 ثانيه؟ ايوه أول شيء تسأله طول الوقت أسئلة 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 أسئلة. تمام. هذه كويسة. خطوة كويسة جداً صح؟ جدا ممتاز. ما في أي نوع من أنواع الأكل موجودة. أيوة. تكون يعني تمنع عنه الأكل كمان. أيوة. هذه حينغاز كتير. أيوة. تمام. تشتغل بالكريدت كارد. تشتغل. حلو. بنور الله ده يعني بيغيظ برضه. تمسك. صح بالضبط. كويس. وطول الوقت تقول له ما شاء الله فلان قريب جوز فلانه ده ما شاء الله جايب لها وعامل لها ايه. تنغاظه من ده الشيء. وتقوليها بشكل عادي يعني على ان كانك انت يعني بتعرفيه معلومه يعني. شوف. أيوه. ما شاء الله جوز اختي كده بعفويه. يعني بص جايب لها ايه ما شاء الله. يلا احنا حظنا نانيله كده يعني. عارفه كانك بتقولي حاجه عاديه. مش دي ممكن برضه جت نانيله دي لكن يعني بتدردشي مع نفسك يعني. صح. ممكن تخبي الريموت في البيت وقت ما هو قاعد في يغيز. البيت تخبي الريموت تكون في مباراه. ولو في مباراه طبعا يكون احسن واحسن كمان. وقت المباريات وقت ما يكون هو خارج مع اصحابه تقول انا مكتئبه انا عايز اغير جو. بس مش راح يهتم. لا ما هو بتنكدي عليه يعني. هو بيبقى نازل رايح يخرج مع اصحابه وبتاع. بس هيكون واقعيين مش راح يهتم. ده بالنسبه لك انت معلش. انا اسف انا تدخلت في امور شخصيه دلوقتي. عندنا بيهتموا ما اعرفش انت نظامكم يعني. تخيل
ممكن تطلعي عندي ده مشكله شخصيه الموضوع. لا فضفضي فضفضي احنا على الهوا. لا صراحه يعني غالبا زوجي هيروح المباراه ويتركني. الله لا خلاص بقى يبقى انا محتاجه اتعرف عليه. تاخد هيك شجاعه منه. هو هايل هايل حللنا مشكله كبيره. طب كويس يعني اعتقد غطينا نقاط كويسه. غطينا ازاي تغيظي جوزك في 30 ثانيه في عده نصائح طبعا مش منظمه خالص بسبب ساره مش بسببي. كويس اللي اديته افكار اديته حس انثوي في حلقاته بدل ما هو جالس كده في النص. حسيت الحاجات اللي انا قلتها احلى وبتضحك. ولا يمكن مش مشكله. لا ولا يمكن. الله عموما نورتينا. ولا يمكن فاشله كل حلقاتك.